الواحدة خارج الصحيح. تسليمة واحدة تسليمة الواحدة خارج الصحيح. خارج الصحيح. الله. التسليمة الواحدة التي رأيتها بكثرة المغرب اختلف أهل العلم فيها، فلم يصح شيئا الإمام أحمد إلا التسليمتين. إلا التسليمتين. وضعف الإمام أحمد كلها، وعلى هذا شيخ الإسلام ابن القيم، ويرون التسليمة الثانية كالتسليمة الأولى. ولكن شيخنا رحمه الله والأحاديث الواردة في التسليمة الأولى حديث حسنة بمجموع طرقها. أنا حسب ديني كان صاحب مسلم حديث. أنا فصلت طويلا في التسليمة الواحدة في تعليق لي طويلة على إعلام المقلب. نعم. خرجت الكلام طويلا. شيخ الإسلام ابن تيمة ابن القيم، وهذا كلام ابن القيم في الإعلام، يرى أنه لا بد من التسليمتين، والتسليمة الواحدة لا تجزئ، والأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. فلذا ابن السعدي وغيره من الحنابلة يقولون المسبوق إذا قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فتنقلب صلاته من جماعة إلى صلاة فرادة. إذا قام المسبوق قبل أن يسمع التسليمة الثانية. إذا قام المسبوق قبل أن يسمع التسليمة الثانية من الإمام. وإذا أخذ وإذا أخذ باعتبار أن التسليمة الواحدة تخرج من الصلاة. هو أنا قلت هذا مذهب الحنابلة باعتبار أن التسليمتين كلاهما ركن. أيوة كلاهما ركن. أيوة عند الحنابلة. لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان يسلم على اليمين أحيانا. 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 وعلي فلو قام لا تصبح تكون جماعة. أحسن الله عليك. واحد من طلبة